مرحبا، رمضان كريم وينعاد على الجميع بالخير والبركة. دراسات كتيرة أثبتت أنه خطر السمنة والمأكولات يلي بتودي للسمنة ولزيادة الوزن بتأثر تطور بالخلايا الدهنية بالثدي، وبالنتيجة بتأثر خطر على تحولات خلية الثدي لخلايا غير سليمة وممكن سرطانية. فأكيد كتير مهم أنه نهتم بالعيد ونحتفل بالعيد ونستمتع بكل المأكولات والحلويات، بس كتير مهم كمان أنه نهتم بالصحة. الاهتمام بنوعية الأكل وكمية الأكل، ونجرب قد ما فينا نحدد من الحلويات ومن المأكولات يلي ممكن تزيد الوزن والخلية الدهنية حول الثدي، هي كتير مهمة مشان نتجنب تحولات الخلايا يلي ممكن بخلال سنوات تتحول لخلايا غير سليمة أو ممكن لخلايا سرطانية. شكراً ورمضان كريم للجميع.